السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نشرح طريقة تعريف السي دي سي والفيكوم لأجهزة الميديا تك عشان السوفت وير. طبعا رابط الملفات راح أترك لك إياها بالوصف من جوجل درايف تحميل مباشر. هدول هم الملفين، بنفك ضغطهم أول شيء. بعد ما فكينا ضغطهم مباشرة نتوجه لنعرف. نروح على بس بي سي، نضغط عليها كليك يمين بروبرتيز، بعدين ننزل لعند ديفايس مانجر. مجرد ما فتحت معنا ديفايس مانجر بنروح على اكشن، اسف بس هون بنروح على اكشن، نعمل ادد هاردوير، بعدها بنضغط نيكست، نعمل هون انستول نيكست، بعدين نعمل شو اول ديفايس، بعدين هذا ديسك براوزر، بنروح على الديسكتوب محل ما احنا مخلين التعريفات. اي نعم اي تعريفات. بنبلش بالسي بي سي، نختار هذا الملف، نعمل اوكي، بعدين بنعمل نيكست نيكست. هيك بيعطينا انه عرف، راح يعطيك هذا الايرور. هذا الايرور عادي لانه ما في جهاز مشبوك عشان ياخذ التعريف الصحيح. لما تشبك الجهاز راح يتعرف، مهم انك تنزله. بعدها مباشره نختار كمان مره ادد هاردوير، ونروح نيكست، ونروح انستول ونيكست، كمان نيكست، بعدين هذا ديسك. بعدها بنرجع على الملف الثاني البيكم، نختار ويندوز 7، احنا على ويندوز 10 بس عشان ننزل التعريف. نختار نسخة ال 64، نضغط اوكي، بيطلع لنا التعريفات، نضغط نيكست نيكست وفينش. هيك بتكون انت اعطيت الجهاز التعريفات. مجرد ما شبكت جهازك على الكمبيوتر راح ياخذ التعريف ويشتغل معك على السوفت وير، وتنزل السوفت وير اللي بدك اياه، على يعني تشبك الجهاز وتعطيه السوفت وير الفلاش اللي بدك اياه. هذا كان الفيديو لليوم، نراكم في الفيديو القادم. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.